أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، تسجيلات المتظاهرين توثق استهدافهم من قوات مكافحة الشغب في ذي قار. في العربي الجديد، مساع لتبرئة جهات أمنية من التورط بقمع المتظاهرين في العراق. في الهيئة نت، مركز جرائم الحرب يطالب الأمم المتحدة بالعمل على إيقاف جرائم القتل ضد المتظاهرين. في القدس العربية، العراق يستعد لتظاهرات أوسع، والحكومة تعيد الإنترنت 7 ساعات يومياً. في الشرق الأوسط، العراق يعلن الحداد ويحاول احتواء الغضب بحزمة ثانية من الإصلاحات. في اندبندنت عربية، العراق، عبد المهدي سيطلب من البرلمان تعديلا وزاريا في الحكومة. وفي الزمان، رفض بريطاني لنظرية المؤامرة التي أطلقت على الاحتجاجات في العراق. أهلا بكم. لا جدال في أن الاحتجاجات التي تتواصل في العراق والتي ذهب ضحيتها حشد هائل من الأبرياء فضلا عن الجرحى قد تركزت في المناطق الشيعية المهمشة، إن كان في بغداد أم في المناطق الأخرى. ياسر الزعاترة يرى في صحيفة العرب القطرية أن هذا البعد يعزز من أهمية تلك الاحتجاجات ولا يقلل منها كما يعتقد كثيرون، والسبب بطبيعة الحال يتعلق بحقيقة أن طبقة سياسية شيعية هي التي حكمت وتحكم العراق منذ ما بعد الاحتلال وحتى الآن. هذه الطبقة نفذت أكبر عملية نهب في التاريخ. ما يجري في العراق هو احتجاج معيشي دون شك، لكنه سياسي أيضاً. إذ من قال إن البعد السياسي ليس هو المسؤول عما جرى ويجري، ذلك أن ما وفر الحماية لهذه الطبقة لم يكن سوى تبعيتها لإيران، فمقابل هذه التبعية حصلت على الحصانة والحماية، وصار بوسع رموزها أن يراكموا الملايين وعشرات ومئات الملايين، ثم يخطبوا عن الفساد من دون أن يرف لهم جفن، وبالطبع لأنهم يدفعون الثمن، تبعية لإيران. الكل يخطب ضد الفساد، لكن أكبر الفاسدين كما هو حال نور المالكي وعصابته يتحركون بقوة ويواصلون فعلهم السياسي وتأثيرهم في المشهد. من العبث القول إن عادل عبد المهدي هو المسؤول عن الواقع المتردي الراهن، وهو رغم مسؤوليته الأخلاقية عن قتل المحتجين، فإن واقع الحال يقول إن الميليشيات هي المسؤولة بجانب مؤسسة أمنية لا يملك السيطرة عليها، وهي من بقايا زمن المالكي. ومن تابع تغطية الإعلام الإيراني والإعلام التابع سيدرك حقيقة الموقف، فقد تم توصيف الاحتجاجات بأنها مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية، فيما يعلم الجميع أن ذلك محض كذب وهراء. ويقول ياسر الزعاترة إن النتيجة التي نصل إليها دائما في مناسبات كهذه هي ذاتها ممثلة في أنه من دون أن يتحلل العراق من نفوذ إيران وتتم محاسبة الفاسدين الذين يعرفهم الجميع واستعادة ما سرق، وتكون الحكومة ممثلة لضمير الناس بالفعل، دون ذلك فإن العراقيين سيواصلون النزيف. واحتجاجات العراق وتضحية أبنائه أكدت من جديد أن فيه شعبا يستحق الحرية والاستقلال، ويمكن أن يتعايش أبناؤه بسلام رغم تعدد مذاهبهم. في مقال ثاني، يحمل وصول انتفاضات الربيع العربي إلى العراق يحمل اليوم معان مختلفة بمقدار ما يزيل الغشاوة عن الهوية العميقة لهذه الانتفاضات، ويسقط الطروحات الخاطئة التي حاولت لأهداف متباينة النيل منها وتشويه صورتها وغاياتها. برهان غليون يقول في صحيفة العربي الجديد إن انتفاضة العراقيين أصبحت أيضا انتفاضة الاستقلال وانبعاث روح الوطنية المستقلة الجامعة التي حاول الطهران خنقها إلى الأبد بروح الطائفية المقيتة.
تكمن أهمية الانتفاضة العراقية الراهنة في أنها حدثت ضد نظام سياسي تحكمه وتتحكم به بشكل صريح وشبه رسمي المرجعية الدينية، ولا يستطيع أي حاكم سياسي فيه أن يقوم بأي مبادرة من دون موافقة هذه المرجعية التي تشكل مرشداً فعلياً للدولة والطبقة السياسية برمتها، وهادياً لها ورقيباً عليها. وحصلت في إطار نظام هو الوليد الشرعي للطائفية السياسية، والذي لا يتردد في إعلانه التمسك بها صراحة والدفاع عنها وتكريسها على جميع مستويات السلطة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والدينية وفي مجال توزيع المناصب أو المواقع أو الموارد معا. ووجهت سهامها منذ البداية نحو الركيزة الكبرى التي يستند إليها نظام الفساد الأكبر بين جميع نظم العالم، ربما أعني عهد الوصاية الإيرانية الأجنبية. وقد أظهرت أنه إذا كانت هناك مؤامرة خارجية ضد استقلال العراق وتقدم شعبه وقيام نظام سياسي فيه يحفظ مصالح الشعب ويضمن حقوقه وأمنه، فهي كامنة في طبيعة النظام القائم نفسه، الذي لا يمثل على الرغم من المظاهر الخارجية سوى التسلط الإيراني على شؤون العراق ومنع العراقيين من بناء حكم وطني حقيقي يمثلهم ويخضع لإرادتهم ويدافع عن استقلالهم وحرياتهم. ويرى برهان غليون أن ما حدث ويحدث في العراق جاء ليؤكد أن الانتفاضات الشعبية هي في العمق أيضاً وطنية، تهدف إلى استعادة السيادة وانتزاعها من بين أيادي المتدخلين الأجانب الذين لا أمل لحكومات الفساد والعجز والمحاصصة بالوجود والبقاء من دونهم. الآن إلى مقال ثالث، وفيه لعل أبلغ توصيف لهدف الانتفاضة التي اجتاحت عموم العراق منذ الأول من تشرين الأول الحالية، لعل الأبرز ما قاله أحد شبابها بأن الهدف هو استعادة الوطن الذي اغتصبه الغزاة وسرقه اللصوص وتجار الدين واستحوذت عليه المافيات والميليشيات السوداء. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد إن هدف استعادة الوطن هو محور الحراك الجماهيري الذي ضم شباب الانتفاضة الذين جمعتهم هموم العيش المشترك ووحدت بينهم الهوية العراقية والوطنية الجامعة التي لا تعرف تمييزا في الدين أو القومية أو المذهب. الأهم من ذلك أن أولئك الشباب ومن التحق بهم لم يكونوا في وارد الارتباط بحركة أو حزب سياسي أو حتى بتيار فكري يمكن أن يحسبوا عليه أو يمكن للطبقة الحاكمة أن تشيطنهم على أساسه، كما فعلت في مواجهة انتفاضات سابقة في الوسط والجنوب. وبمقدار ما شكلت هذه الميزة تفوقاً نوعياً للانتفاضة على مثيلات لها سابقات، فإنها اعتبرت معضلة حقيقية بالنسبة لرجال السلطة الذين اعتادوا وصم معارضيهم والمنتفضين ضدهم بأنهم داعشيون أو صداميون. لم تستطع تلك المواقف المتهافتة النيل من إصرار الشباب على إدامة حراكهم على الرغم من استخدام الأجهزة الأمن الحكومية والميليشيات العنف المفرط الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 وإصابة أكثر من 6000. ولم يفت خطاب التهدئة الذي أطلقه عادل عبد المهدي ووعد فيه بإصلاحات قاصرة تكرر التلويح بها مرات ومرات على مدى العقد الأخير. لقد فات الأوان، ولم تعد مطالب العراقيين محصورة في تقديم خدمات أفضل أو إيجاد فرص عمل للعاطلين، كما لم يعد الأمر منوطاً باستقالة الوزارة أو حل البرلمان، إنما أصبح هدف المنتفضين استعادة العراق من محتليه الأمريكيين والإيرانيين معاً، استعادته أرضاً وشعباً وهوية موحدة وجامعة. الكاتب يرى أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من ابتكار الوسائل والأساليب التي تديم زخم الانتفاضة وتضمن فعاليتها والتمسك بطابعها السلمي والتوعية على تآكل العملية السياسية
التي جاء بها المحتلون وعدم شرعية المؤسسات التي أقامتها هذه العمليات السياسية، وهذا ما يمكن أن تتصدى لتحقيقه قيادة تنبثق من بين صفوف المنتفضين أنفسهم. إلى المقال الرابع، ودون كثرة كلام، إن الانتفاضة الشعبية العراقية الأخيرة أفرزت جبهتين متقابلتين، جبهة الشعب العراقي وأصدقائه ومناصريه، وجبهة أعدائه المتحدين على الإثم والعدوان. كما بدا واضحا أن أعداء الشعب العراقي وهم عصبة واحدة، حتى وهم متقاتلون فيما بينهم على المكاسب والمناصب والرواتب، قد استخدموا ويستخدمون كل ما لديهم لوأد الانتفاضة. هذا ما أشار إليه إبراهيم الزبيدي بمقاله المنشور في صحيفة العرب اللندنية. من جانب يتفنن الرؤساء والوزراء وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمرجعية في إطلاق ما لا يخطر على بال وما لا يخطر من الوداعة والنعومة والسلاسة والمحبة والعطف على المحتاجين والمظلومين والمحرومين، والإغداق بالوعود بحوار وطني ومحاسبة الذين أطلقوا الرصاص الحي ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات وإقامة المشاريع لإنعاش الاقتصاد ولتشغيل حملة الشهادات العاطلين عن العمل. أما على الجانب الآخر وفي نفس الوقت، فإن المجاهدين في الحشد الإيراني وأشقياء الحكومة نازلون إلى الشارع بكل فنون الغدر والقتل والقنص والبطش بالهيروات والعصي والسكاكين والرصاص الحي، مرفقة بتهديدات نارية لا تتوقف باعتقال المتظاهرين وقتلهم دفاعاً عن الدولة وعن الدستور وعن الشرعية كما يزعمون. ولو افترضنا أن الإيرانيين قد تمكنوا مباشرة أو بميليشياتهم وقنابلها المسمومة من إسكات الجماهير، فإن الانتفاضة باقية بالتظاهرات أو دونها ثابتة وساخنة، ولن تتوقف إلا بقتل آخر مواطن عراقي مسه أو مس ولده أو أخاه أو أخته أو أحد أفراد أسرته شيء من رصاص القناصة والحشد الشعبي وقوات الحكومة، ليضاف إلى الظلم المتراكم السابق على امتداد السنين حكم الإيرانيين ووكلائهم. وستبقى الأنظار شاخصة تترقب الفرصة الثانية للانقضاض من جديد. ويختتم الكاتب بالقول إن الذين كانوا جياعا وأذلة ومعدمين وعطشا إلى مال وجاه وسلطة أو إلى مال وجاه وسلطة، ثم أعطاهم الإيرانيون أموال الشعب العراقي كلها وجعلوا منهم رؤساء ووزراء وقادة وزعماء، قال إنهم لن يسمحوا لأي كان باسترجاع ما اكتسبوه بالغدر والغش والاختلاس وبالخيانة والعمالة إلا بالقوة وبالقوة وحدها. إلى المقال الخامس، وفي مستهله، مع تصاعد الاحتجاجات في العراق ظهرت دعوات من زعامات سياسية للذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد. فاتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن هذه الدعوات هي محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين وإعادة توزيع المناصب بين شركاء العملية السياسية. يبدو أنها رمية لا هدف لها سوى أمرين: الأول إيهام الشارع العراقي المنتفض بأن هذه الانتخابات هي الحل المنشود، فيهدأ برهة يمكن خلالها التقاط أنفاس أصحاب العملية السياسية التي ترنحت بشكل مثير للضحك. والأمر الثاني هو إقالة الحكومة الحالية التي ولدت متعسرة أصلاً، وكان بعض مناصبها كحلول وسط وترضية، فيما لا تزال هناك حقيبة ضائعة برغم مرور سنة على إعلان الحكومة تشكيلتها. والإقالة في وقت الفوضى تعني مزيداً من الفوضى في بلد مثل العراق، مضطرب سياسياً وأمنياً في التقييم العام بين بلدان العالم، بغض النظر عن إعلانات الحكومة وأتباعها وإعلامها.
إقالة الحكومة هي حل عند البلدان التي لها تقاليد سياسية راسخة ولا وجود لقناصين مجهولين على أسطح بناياتها عند قيام الشعب بالتظاهرات. تلك مسألة أخرى تماماً، وكذلك مفهوم الانتخابات المبكرة الذي هو جزء من تقاليد الديمقراطية في البلدان التي لا تزوير فيها ولا محاصصة فيها ولا طائفية ولا سلاح منفلت. حين تتعسر الأحزاب في تشكيل حكومة تذهب إلى انتخابات مبكرة بعد 90 يوماً كما في تركيا مثلاً، أو ممكن أن تظهر دعوة الانتخابات المبكرة حين تواجه الدولة مأزقاً تاريخياً مثل ملف بريكسيت كما بريطانيا. الكاتب يرى أن دعوة الانتخابات المبكرة في العراق تبدو شيئاً مهلهلاً، وهي نوع من إعادة التدوير السياسي، وتلك مشكلة ستقود إلى انفلات لا سابق له فيما لو تفاعلت تداعياتها. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالاً حول المظاهرات الأخيرة في هونغ كونغ والعراق، استهله الكاتب إيشان ثاروار بالقول إن هناك العديد من الأشياء التي تفصل بين المشاهد الدرامية للاضطرابات في هونغ كونغ ومثيلاتها في شتى أنحاء العراق، غير أن ثمة شيئاً واحداً على الأقل يربط بينهما، ألا وهو الشجاعة الكبيرة من المتظاهرين الغاضبين من المؤسسة المحصنة في كلا البلدين والعنف الذي تلجأ إليه للدفاع عن مصالحها. الكاتب يقول إن التظاهرات في العراق تفتقر إلى وجود قائد، وهي تعبير شعبي عن الإحباط واسع النطاق بسبب الفساد وسوء الخدمات العامة والبطالة في البلاد، لكن قوات الأمن واجهت تلك التظاهرات بالرصاص الحي، بما في ذلك عناصر من المنظمات شبه العسكرية صاحبة النفوذ المدعومة من إيران. ولفت إلى أن السلطات سعت لتخفيف حدة الوضع من خلال فرض حظر للتجول وقطع الإنترنت، غير أن ذلك لم يهدئ من غضب المحتجين الذي يستهدف جزئياً نفوذ طهران الضخم في الشؤون العراقية، كما تم إحراق عشرات من المباني العامة ومكاتب عدد من الأحزاب السياسية خلال الاضطرابات. واعتبر الكاتب أن التعتيم على المعلومات رغم ذلك كان يعني أن محاولات الحكومة لاسترضاء المتظاهرين لم تلقى آذاناً صاغية إلى حد كبير. ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم من التعتيم، فإن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لمسلحين وقناصة يطلقون النار على حشود من المتظاهرين، كما ظهرت تقارير عن تهديدات مجهولة المصدر تم إرسالها إلى الصحفيين والناشطين، محذرة إياهم من حضور المسيرات في مختلف المدن العراقية. وينوه إيشان ثاروار إلى أن القليل من المراقبين يعتقدون أن أي تغيير في الحكومة من شأنه أن يوقف الغضب الحالي في الشوارع، لكن الأمر بالنسبة للمتظاهرين لا يتعلق بالتخلص من عبد المهدي، بل يطالبون بوضع حد للنظام بأكمله. لقد سئموا من عدم قدرة الحكومة على الإصلاح. إلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم، وفيه تحول الإنترنت في العراق إلى موظف حكومي بعدما قررت الحكومة تقييد عمل خدمة الإنترنت بالدوام الرسمي للوزارات، الأمر الذي تحول مادة للتندر من العراقيين. وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن مصادر حكومية عراقية كشفت أن خدمة الإنترنت في العراق سوف تعمل في وقت الدوام الرسمي فقط، اعتبارا من الساعة 7 صباحا ولغاية 3 عصرا. وأوضحت المصادر أن يومي الجمعة والسبت سوف يتم قطع خدمة الإنترنت على مدار 24 ساعة كونها عطلة رسمية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت لا يزال العراقيون فيه محرومين من إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حجبت السلطات إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب وإنستغرام. إلى الكاريكاتير.
نهاية وصد الأقلام لهذا اليوم، دمتم وفي أمان الله.